هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تتواصل الانطلاقات تتواصل التحديات ضمن شوطنا ايضا السادس الشوط الذي يودع اشواط صعوب ايضا بعد هذا الشوط لنا اشواط خاصه بالسودانيين نسير مع المركز الاول والمقدمه والبدايه الاولى اللاضي لعوض بن السودي بن عبيد العامري على مقدمه هذا الشوط بينما المركز الثاني وصل وتحرك بحر طامي بحر طامي ولكن هناك غير ايضا لسيد سالم مبارك بن سالم مبارك بن سالم بن سيف بن عفرة يقدم حضوري وتواجد شاهين على او بحر طامي على القيادة المركز الثاني ايضا يتواجد بحر طامي على المركز الثاني جميعا سالم لمبارك بن سالم بن سيف بن عفرة والمركز الرابع يتواجد لاضي عوض بن السودي بن عبيد المركز الرابع شوف شوف ما شاء الله لوصل شاهين القادم وحاضر هناك ايضا وصل وصل السفير بدا يتحرك السفير القادم السفير لعتيبه بن علي بن مجبل اليحافي يتواجد على المركز الثالث ولكن مقدمه الشوط البدايه الاولى المقدمة والصدارة لسيد مبارك بن سالم بن سيف بن عفرة مسيطر على المقدمة مسيطرا بهذا الأداء الجميل وبهذا الحضور الله يا سلام المركز الثاني يتواجد الحاضر هناك لاضي لاضي على المركز الثاني لسيد عوض بن السودي بن عبيد ولكن لا زال بحر طامي بحر طامي بحر طامي على المقدمة على المركز الأول مسيطر على الصدارة إلى الفقع إلى الفقع السلام أسعدتم مساء الفوز والناموس والانتصار لمبارك بن سالم بن سيف بن عفرة المنصور تهانينا والناموس المركز الثاني للسيد عوض بن السودي بن عبيد المركز الثالث للسيد سعيد بن سالم بن عفر أما التوقيت الزمني دقيقتين و22 ثانية تهانينا والناموس